اللهم سهلنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دار العلم آمين اللهم إنا نقرأ كتابك الكريم لرضاء ربنا ولنور القلوب ولقضاء الحاجات ولنيل الدرجات العلا ولإصلاح الذنوب ولقلب الشيطان الرجيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين رب تداركنا بالتوفيق ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأجسام وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلناه بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق على الأرض والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بالسمعين وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متجامعا ولهم فيها أزواج مطهرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به سبيل أو يهدي به
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤذن ويقتلون بأرض أولئك هم الكافرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواه إلى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على الإنبياء ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للعالمين فتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وتذكرون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الراجعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل شفاعة ولا يقبل فيها عدل ولا هم يغفرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم وفي ذلكم فلا ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله يا سبا ولكم الزاحمة وأنتم تنظرون بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا إنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فجزى الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يصرخون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا اجرموا بإذن الله ولا تعصوا في الأرض المفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون النبيين بما عصوا وكانوا يعتدون
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعلى الله فهم اليوم الكافرين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم يا خاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إلا فبات لا ضائر ولا عاقر وإعوان بين ذلك قطعون لا تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها فبات لا ضائر ولا عاقر وإعوان قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا جيد فيها قتلتم نفسا فجعلتم بها ولله مخرج ما كنتم تكونون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحييه الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يلد من وجد الله وما الله بغافل عما تعملون من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما يعقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوهم عند ربكم أفلا تعقلون يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم أميون لا يعلمون الكتاب فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم يقولون على الله ما لا تعلمون كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أجزاء وما الله بغرض عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعناهم الأبرار بكل مغرب عما يؤمنون هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الجاهلين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن رأيتم المؤمنين جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بما يأمركم به ويعلمكم إن كنتم كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم عادلين لن يتمنوه أبدا بما قدم أيديهم والله عليم بالظالمين لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وليعمر والله بصير بما يعملون من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله رد لما بين عينيه قل وبشر المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا فإن الله عدو وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عادوا حسن فله قريب منهم فلولا يؤمنون أما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يا الله وأقول إلا أنه لا يعلمون لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يا الله ولا أقول أنهم لا يعلمون كتاب كتاب الله ولا أقول أنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له بالآخرة فيه ولا عقبة إلا ما يرى فيه أمر الله فأنه يعلمون لو أنهم آمنوا واتقوا لما روحوا من عند الله الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للذين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقص عليه يجاه هذا ننصح من آية أو ننصحها نأتي بخير منها قول لها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إنما على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إذا أماليهم قل آتوا قرآنكم إن كنتم أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فعلوا به يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ذلك ما كان لهم في الدنيا حجوا لهم في الأرض عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون رفيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك بينا الآيات لقوم يؤمنون إلا أرسلناك بحق خليلا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقل به أولئك هم الراجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تبر ولا حجب ولا عدو ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا إمام أهل الظالمين قال ومن ذريتي قال لا إمام أهل الظالمين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعمرنا بيت إسماعيل والعاكبين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره بعذاب النار وبئس المصير إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقفنا تقبل منا إما تعبد الزمير العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكية إنك أنت ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين قال له ربه ويعبود يا بني إن الله تعالى لكم الجنة فلا تموتن
وصلحا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون تلك أمة أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما هم بالإجبار وسيبلغهم الله والذين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما هم للإجبار فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أتوا بأذى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا وله أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصناف كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغير عما تعملون أمة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما تعملون ولا تسألون عما تعملون يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم وإن يقم عند بارئكم فتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله يا تغفى ويقوم الزاحمة وأنتم تنظرون ثم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا إنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فجزى الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يصرخون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا اجمعوا في البلاد ولا تعثروا في الأرض المفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقتلون النبي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا هذه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم يا فاسقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فاسقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إلا فبات لا ظاهر ولا عاقب وأعوان بين ذلك قطعون لا تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها فبات لا قال إنه يقول إنها
قدرت لا يلول تثير الأرض ولا تسمي الحرث مسلمة لا هادي نبيا هادي بعد الحق فالمحولا وما قتلتم نفسا فالدارة بها ويناه مهج ما ظنتم تظنون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يلقاه الموتى ويريد ما يأتيه لعلكم تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يلد من وجد الله وملاه بوعد عما تعمله من خشية الله وملاه بوعد عما تعمله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه بما يعرفون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم أميون لا يعلمون الكتاب فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده عهده كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليلا منكم أنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخذتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يعذبوا عنهم العذاب ولا ينظرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم سبقتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعناهم الأبرار بقول غير أما يؤمنون هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الجاهلين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباروا بغضب عما غضبوا إلا بالإيمان لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بما يأمركم به ويعلمكم كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله رد مريم بين عينيه قل له بشير المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
بين ما وكلما عادوا حزن فله خليق منهم فلولا يؤمنون لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يا الله وراءهم إلا أنهم لا يعلمون لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يا الله وراءهم أنهم لا يعلمون كتاب كتاب الله وراءهم أنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها النار والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متجامعا ولهم فيها أزواج مطهرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كذلك أو يهدي به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤذن ويفسدون بأرض أولئك هم الكافرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ودواه إلى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للعالمين فتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها إذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم وفي ذلكم فلا ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بعثونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
ببعض هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له بالعافية والعافية والذي لما يرى به أمر الله فأنه يعلمون لما قوة من عند الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص بعلمه من يشاء والله ذو الفضل العظيم من آية أو ننسأها نأتي بخير منها قول لها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إنما على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إذا أماليهم قل آتوا برهانكم إن كنتم ظالمين أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فعلوا به يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ذلك ما كان لهم في الدنيا اجمعوا بالأرض على الأرض ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون رفيع
السماوات والأرض وإذا وضع أما بينما يقول ربهم فيقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إلا أرسلناك بحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقل به أولئك هم الراجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تبر ولا حجب ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمام أهل قال ومن ذريتي قال لا يمام أهل جعلنا لبيتا مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى بيتهما إلينا والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دار العلم اللهم إنا نقرأ كتابك الكريم لرضاء ربنا ولنور القلوب ولقضاء الحاجات ولنيل الدرجات العلى ولإصلاح الذنوب ولقلب الشيطان الرجيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين رب تداركنا بالتوفيق ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسريا الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار
وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفعاله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأجسام وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت
أطمى حوله جعله بنور وتركه بظلمات لا يبصرون صم بكم عيون فهم لا يرجعون أو كسيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق على الأرض والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخلف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على